خلينا نروح نستقبل مع بعض من خلال ابلكيشن زوم الدكتوره غاده لبيب ادمن جروب بوك جاردن، واللي هتقدم لنا ترشيحات عن اهم الكتب اللي اتكتبت عن الصحافه سابقا وحاليا كمان. مساء الخير. مساء النور، اهلا بحضرتك. اهلا بك يا رانيا واستاذه مشادي. اهلا، ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا. مبدئيا كده كلمينا من خلال قراءاتك عن اهم الكتب اللي اتكلمت عن الصحافه. طبعا الصحافة المصرية هي الرائدة في المنطقة من أول إصدار أول صحيفة في الشرق الأوسط جريدة الوقائع المصرية عام 1828، ومن وقتها والصحافة دايما في تطور مستمر. لو هختار كتب ترشيحات اتكلمت عن الصحافة هختار 4 كتب النهاردة ما بين قديم وحديث. قديما في كتاب جميل جدا الصحافة المصرية في 100 عام، ده كتبه مجموعة من الكتاب تحت إشراف الكاتب والمؤرخ الكبير أستاذ عبد الرحمن الرافعي، بيتناول على مدى 100 عام تاريخ الصحافة المصرية بمدارسها المختلفة وتقنياتها وتطورها. ولازم يكون في وجود طبعا للمرأة معانا. في كتاب للكاتبة الجميلة لطيفة زيات صاحبة الرواية الشهيرة والفيلم الخالد، فيلم الباب المفتوح، كتاب يوميات الصحافة المصرية في العصر الملكي، جميل. وبتتكلم فيه هي مختارة بعض الأحداث المعينة في مصر الملكية وبعض الشخصيات البارزة وتناول الصحافة ليها. أيضا في كتاب للدكتورة نوال السعداوي بتتكلم بقى عن نماذج مصريات داخل الصحافة المصرية. طبعا احنا عندنا يمكن ناس كتير ما تعرفش المرأة متواجدة في الصحافة منذ بدايتها، طبعا يعني عندنا أستاذة جميلة حافظ دي أسست مجلة الريحانة عام 1907، أستاذة أمينة السعيد كانت أول سيدة تتقاضى أجر وتمتهن مهنة الصحافة لما تخرجت واشتغلت سنة 35 في جريدة المصور. جميل. دكتورة نوال السعداوي في هذا الكتاب بتتكلم عن سيدات مصريات كثيرين في مجال الصحافة، منهم مثلا حتى نساء عربيات في جريدة الأهرام، أول سيدة تدخل الأهرام كصحفية كانت جاكلين خوري وهي سيدة فلسطينية كانت مقيمة في القاهرة، في جميل. كمان تواجد لسيدات عربيات في الصحافة المصرية. حديثا بقى في ثلاثية جميلة جدا للكاتب والصحفي محمد توفيق، وده بدأ من أول الحملة الفرنسية إلى عام 1999، حلو. 3 أجزاء كل جزء فيه الكثير من المعلومات القيمة جدا والجديدة واللي كتير من الناس ما تعرفوش. حلو. وفي الجزء الأخير على سبيل المثال هو اختار في كل عام حدث اتكلمت عنه الصحافة وكان بيشغل الرأي العام حلو. وتناوله من عدة من يعني جميع الصحف بقى، والناس قالت عليه إيه ومين الصحفيين اللي كتبوا عنه. وده فيه بقى مواضيع جميلة جدا زي مثلا المعارك الصحفية أو الأدبية اللي كانت بتبقى موجودة على صفحات الجرايد بين الكتاب الكبار، ودي ماشي. كانت ظاهرة صحية جدا. في تحول بعض الكتاب من الصحافة إلى الكتابة الأدبية زي أستاذ موسى صبري، وغيرها من المواضيع الشيقة جدا الحقيقة.